شوف، دايما في الكيرنل او في النوت بوكس اعمل سيلز قد ما بدك وجرب فيها قد ما بدك قبل ما تجرب في السيل الاصليه، وجرب طرق مختلفه وشوف كيف الاوتبوت بيطلع لك. هيك انت بتقدر تعمل ديباج. تمام. الان السيت اب كومبليت، نتاكد منها. لود للديتا. طبعا هذا الريد سي اس في، هذا بالنسبه لك لازم تكون زي السلام عليكم بي دي دوت ريد سي اس في، هذه حتتكرر معانا بشكل متكرر لانه اغلب البيانات انا عندي حتلاقي بيانات بالجيجا وسي اس في، فبالتالي بي دي ريد سي اس في. تمام. طيب هجيت هذا المسار تبع الملف، انا حطيته في فاريبل منفصل، يعني هم عادة بيحطوه في فاريبل منفصل لانه طويل شوية، لانه مش يعني انه انت عندك string طويل انه انت بدك تحطه هنا في read csv، فبالتالي احنا حطيناه هنا في اسم الفايل. تمام. وهنا هذه الداتا فريم تبعتك. طبعا في الكونستراكتور دائما بتستدعي انه pd read csv، خلاص هذا انت هيك راح برجع لك داتا فريم، فبالتالي هذا الاوبجكت عبارة عن ايش التايب تبعه؟ داتا فريم. تمام. فتعمل تشيك انه it is correct. تمام. هجيت الريفيو. الريفيو انت عندك مطلوب انه انت تطبع statistic summary. تمام. فالstatistic summary زي ما تعودنا ايش الداله اللي بتجيبها؟ describe. فبتعمل زي هيك. طبعا بطبيعه الحال يعني شوف انه انا يعني نفترض انه هاي السيل مش موجوده، بالمناسبه انت ممكن تطلعهم تطلع وتنزل السيلز زي ما بدك تغير الترتيب. تمام. كان احنا عندنا في شو اسمه في الجوبيتر انه انت بتعمل دراج ودروب، هذه انت بتستخدم الاسهم زي هيك. بدي افترض هاي مش موجوده وبدي اعمل كود سيل جديد وبدي احط قبليها مارك داون، وهنا في المارك داون بدي اروح اكتب انه ترانسبوز داتا ديسكريبشن. تمام. وهنا في الكود على طول لحاله بروح بعمل ريندر لإلها. هنا بحكي اسم الداتا هوم داتا. تمام. دوت ديسكرايب بياخد شوية لما اجيب لك السجيشنز دوت ترانسبوز. شايف هاي الإشارة؟ cancel run، لأنه لسه عماله قاعد بحاول يجيب السجيشنز مش قادر يجيب، وممكن أنا أكملها لوحدي transpose بهذا الشكل. تمام؟ لاحظ هنا إيش جاب لك في الأعمدة؟ أسماء الأتريبيوتس، وفي الصفوف الستاتستكس اللي هي الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن والمن والماكس الى اخره. هنا ايش راح اعمل؟ عكس، حط لي الكيز عباره عن اسماء الاتريبيوتس والاعمده هي عباره عن الستاتستكس. انا بدي اعمل اكسس لاي شغله انت بدك اياها هنا. تمام. وبنظام الترانسبوز هنا ممكن انا ايش اعمل لك؟ انا بدي اجيب المتوسط تبع اتريبيوت معين. ممكن انت ايش تسوي؟ بتقول اسم الاتريبيوت، اسم الداتا اول دوت اسم الاتريبيوت. تمام. هذا ايش بروح بيسوي؟ بيرجع لك عمود. ممكن تجيب المتوسط تبعه as a function. هذه فانكشن تابعه، هي عباره عن ليست، استدعيت من الليست هذه فانكشن تابعه للليست هذه للليست اوبجكت اللي اسمها المين. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انت ايش ممكن تسوي؟ اسم الداتا من الديسكرايب تبعها اجيب عمود اي ديسكرايب، مش في انا عندي اللوت اريا. تمام.
ايش جاب لك؟ هذا العمود اللي هو عبارة عن statistics، لكن هذا عبارة عن الفاليو. خليني انا ايش اسوي؟ ان انا احط لك هنا سيل قبل هاي الكلام عشان تشوف اللوت اريا، انه عمود انه انت تتخيله بنفسك. شايف؟ الاندكس 0 1 2 3 لغاية 29، وايش حاطط لك هنا؟ نقط 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 ومكمل للاخر 1430 لغاية ال 1459. معنى ذلك انه هذا كل ما تشوف النقط هذه بقول لك انه في، هذا عبارة عن عمود طويل جدا جدا جدا. جبت لك اول 29 واخر 29، اول 30 واخر 30، تمام؟ فهذا عبارة عن عمود، انت جبت المتوسط تبعه، عملت عملية حسابية وجبت المتوسط تبعه، تمام؟ لكن هنا من الديسكرايب، طلع لي على شكل الديسكرايب. هاي انت جبت لي اللوت اريا، هذا العمود، هذا العمود ايش الصفوف اللي موجوده فيه؟ الستاتستكس. فبالتالي شايف الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن الى اخره، تمام؟ فالان من هذا العمود انا بدي الصف تبع المين. فكيف بسوي؟ بروح بكرر هذا الكلام، بدي صف دائما دوت لوك لوكيشن، واللوكيشن هذا دائما الانجل براكتس تنساش، وبتكتب اسم الكي اللي هو الاندكس تبع الصف. هذا المين، شو هو نفسه المين هذاك؟ هذا كالكوليتد ولا مش كالكوليتد؟ كيف؟ نفسها ولا مش نفسها؟ طيب 10516.82، وهنا 10516.82، تمام؟ طيب مين أحسن، تحسب المين ولا تجيبه من الديسكرايب؟ ليش؟ إذا أنت كنت عامل ديسكرايب من قبل، بدناش نقول إذا أنت كنت عامل ديسكرايب من قبل، دائما أنت بدك تتعود إنه أي داتا تحملها إيش بدك تعملها فيها؟ تجيب الديسكريبشن تبعها، تستكشف إيش المين وإيش الماكس، تمام؟ لأنه مهم جدا لما أجي أنا بدي أطلع على الير بيلت، هي شوف لي هذه تبعت الترانسبوز، هذه هي وهذا الأتريبيوت اللي هو الير بيلت، تمام؟ ايش انا في عندي؟ في عندي المينيموم، اقدم بيت متى مبني، شايفين؟ شايفين على واضح الرقم هذا؟ 1872. هذه الداتا ست تبعت ايش؟ عباره عن العقارات اللي موجوده في ملبورن في استراليا، والهدف انه احنا نعمل بريدكشن للهاوس برايس. انه انا في عندي، يعني انت لو رحت لسمسار، لو رحت لتبع لمكتب عقارات، تيجي تقول له انا والله في عندي بيت، ايش بيصير؟ بيسالك وين البيت هذا موجود. هو كهيومن اكسبرت شغال في المصلحه هذه له فتره، ايش بيجي بقول لك؟ وين المكان تبعه؟ اكم غرفه؟ اكم طابق؟ قديش المساحه؟ في جنينه ولا ما فيش جنينه؟ وبناء على بعد ما تدير المعلومات هذه بقول لك السعر. هذا هيومن اكسبرت. في الماشين ليرنينج ايش بدنا نسوي؟ بدنا نستبدل الهيومن اكسبرت هذا ونقول انه بناء على بيانات البيوت الموجوده واسعارها بدنا نبني موديل يقدر يحدد سعر البيت، تمام؟ فالبيانات هذه المين والماكس شغله مهمه جدا، انه انت مش احنا حكينا من ضمن السوفت سكيلز انه انت لازم يكون في عندك دومين نوليدج. انا بالنسبه لي عمري اشتغلت في العقارات، ما بنفعش هذا الكلام، لا لازم يكون في عندك معرفه، تمام؟ انه قديش البيت له مبني، هذا بيدخل في سعر البيت، في تقييم البيت انه بشكل كبير. فبالتالي اقدم بيت هنا مبني في 1872، واجدد بيت متى مبني الماكس في 2010 بهذا الشكل. شايف المين والماكس؟ شايف الديسكريبشن هذه قديش مهمه بالنسبه لك؟ طيب نيجي الان ل
آخر عمود هنا سيل برايس. إيش السيل برايس هذا؟ قديش متوسط أسعار البيوت؟ شوف لي هنا تاني عمود 180,921. قديش متوسط الأسعار في أستراليا في ملبورن؟ 180,924. طب أقل بيت قديش سعره؟ طب أغلى بيت قديش سعره؟ بتنور، باخذ فكرة. فالمين والماكس والديسكريبشن تبعت الداتا سيت والمين وكل هاي الأمور تدي لك يعني نظرة عامة على الداتا سيت. الآن بدنا نرجع للنقطة الأولى، إنه بدناش نقول إذا أنت عملت ديسكريبشن أو ما عملتش، لا، بده يصير من الآن فصاعدا إنه الديسكريبشن هذه بدك تجيبها زي السلام عليكم. أول خطوة بعد ما تحمل الداتا سيت إنه أنت تجيب، فهو بروح بعمل كالكوليت لكل هاي الاستاتستيك وبعرض لك إياها في الجدول. بناء على هذا الكلام تجيب المين من تيبل تبع الديسكريبشن أفضل ما إنه أنت تعمل كالكوليت للمين باستخدام هاي الستيتمنت. هذا الستيتمنت ايش رجعت لك؟ رجعت لك اللوت اريا، العمود هذا كله قديش كم عنصر فيه؟ 1460 عنصر. تخيل انت بدك تحسب المتوسط ل 1460 عنصر، طب لو كان مليون؟ ليش انت تحسب المين وقت استدعاء الديسكرايب وترجع تحسب المين كمان مره للعمود هذا وانت عندك مليون، يعني مليون سجل؟ ليش تكرر العمليات هذه كلها؟ انت يعني انه انت بتضيع الكمبيوتيشنال باور تبعت الحاسوب، انه انت بتكرر العمليات، ما بتعملش اوبتمايزيشن، فبالتالي خلاص بتعمل ديسكرايب وبتروح بطولها من الديسكرايب افضل. فشفنا الطرق هاي كانت بالنسبه لكم يعني انه شويه انه كان فيها شويه لبس. الان نيجي لموضوع انه انت كيف بدك تجيب ال انه انت عندك اسعار متوسط، عندك المتوسط قديش حسبناه؟ 10516. بدنا نقربه لاقرب رقم صحيح. فانت عندك داله بلت ان في البايثون اسمها راوند، فراح قرب لك اياه 10516 بدل ما كان 10516.82. تمام؟ طبعا هذه انت ممكن تعمل سيرش او جوجلت بشكل سريع بتجيب الدالة هذه اللي بتجيب لك الراوند. طيب الآن السؤال اللي بعده، As of today how old is the newest home، أجدد بيت قديش له مبني؟ كم سنة له مبني؟ 10 سنين، 13 سنة، 15 سنة، كيف بدك تحسبها؟ السنة الحالية ناقص الماكس تبع الير بيلت، الماكس تبع الير بيلت، فبالتالي انت فكفكتها، فبدك تجيب السنه. لاحظ ان انا بعمل الامبورت، انا عندي في اي مكان في البايثون وين ما انا بدي، في عندك مرونه، كيف بتجيبها؟ datetime.datetime.now بالضبط، هذا التاريخ الحالي كامل اللي هو الوقت والتاريخ وبالثواني. تمام، ممكن تجيب منه الير، فهنا حطيت ناو دوت يير. تمام، وايش بدك تجيب؟ بدك تجيب الماكس بالضبط، برضه جبتها من الديسكرايب، ما فيش داعي انه انت تعمل سيرش للماكس فاليو لانه اتس اوريدي يعني دن من داله الديسكرايب. من السيستم ديت، من الماشين، من الكيرنل اللي على الكلاود، بس الديت على الكلاود مضبوط. نعم، يعني هاي ممكن احنا يعني انا كنت بدي اتاكد من التايب تبع هذه انه هي انتجر، بس هنا ممكن اعمل لك برنت للتايم. تمام،
ف 22/6 الساعة 9 و هذا حسب 25 دقيقة، تمام؟ هذا التايم تبع السيرفر، مش الوقت تبع الجهاز، تمام؟ صحيح. تمام. حقيقة أنا كنت بدي أجري عملية حسابية، أنا بدي أطرح السنة الحالية ناقص الماكس تبع الير بيلد، فكنت بدي أتأكد إنه هذه عبارة عن انتجر، فهي وحطيت إنه التايب للير، فهو جاب لي انتجر، خلاص ممكن أجري عملية حسابية إنه هذه ناقص هذه. تمام. فأنت دائما عندك الحرية إنه أنت تضيف سيلز زي ما بدك، بحيث إنه أنت تشوف إيش كيف شكل الناتج وإيش تعمل على أساسه. تمام. تضلك في نفس الداله اللي بتعمل فيها تشيك، تضلك تجرب 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 وانت مش شايف الاوتبوت، لا مش هتستغرق وقت اطول. تمام. في ضل شغلات ثانيه؟ خلاص هيك يو دون يور فيرست اساينمنت. تمام. تعمل كوميت لل نوت بوك تبعك، وبعد اللي مصح انه انت خلصت الاكسرسايز هذا، يبقى اول خطوه هيو فوق انت عندك سيف، هذه انا عندي كانسل الجيت حاليا، يفترض انت عندك سيف، بتختار الخيار الثاني مش الاول. تمام. عشان يحط لك صح انه انت خلصت الاكسرسايز اذا جاب لك اياهم كلهم كوريكت. تمام. فاول خطوه في بناء الديسيجن تري انه انت تستكشف البيانات. ليش استكشفنا البيانات؟ بالباندا. تمام؟ نروح على الخطوة اللي وراها. اللي هي بناء الموديل.